قبل أن أبدأ بكلمة هذه أحب أن أذكر بموضوع قد انتشر وللأسف في كثير من المساجد، وهو حجز الأماكن. إذا كان الإنسان في المسجد وذهب يتوضأ أو لأي أمر آخر وحجز هذا المكان فلا بأس ما دام في داخل المسجد، أما أن يوكل شخصا آخر أن يحجز له مكان قبل ساعات أو وقت طويل أو يمكث أيام وهذا المكان معروف له يحجزه في كل صلاة فهذا لا يجوز. قد صدرت فتاوى بالمنع من علمائنا من المعاصرين وأيضا من المتقدمين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، من سور القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله تعالى القارعة هي التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، فهي تفزع القلوب وتقرعها كما تقرع الأسماع قبل ذلك، ولها أسماء متعددة، فهي اسم من أسماء يوم القيامة كالقارعة والغاشية والطامة والصاخة وغيرها. قوله تعالى ما القارعة؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم، أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ قوله تعالى وما أدراك ما القارعة؟ الاستفهام هنا زيادة في التفخيم والتعظيم، أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي هذه القارعة تكون عندما يخرج الناس من قبورهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش هي الحشرات الصغيرة التي تنتشر عند النار، ولضعفها وعدم وعيها تقع في النار وهي لا تشعر، فشبه الناس في خروجهم من قبورهم كضعف هذه الحشرات وقلة حيلتها. وقوله تعالى كالفراش المبثوث أي كالفراش المنتشر. قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي لو تصورت هذا الأمر وهذا المشهد العظيم، الناس من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في هذه القبور المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، بل حتى من لم يمت ويدفن في هذه القبور وإنما مات غرقاً أو حرقاً أو أكلته السباع، كلهم جميعاً يخرجون في ساعة واحدة إلى أرض المحشر، وهذا أمر عظيم جداً. قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه الجبال الراسيات العظيمة تكون كالعهن المنفوش، قيل العهن هو الصوف وقيل القطن المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يطير مع أدنى سبب، كما قال سبحانه وبست الجبال بسا، وكما قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي من غلبت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي الجنة التي لا نكد فيها ولا هم ولا حزن. قال سبحانه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قوله تعالى وأما من خفت موازينه، أي الذي زادت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنات أصلاً كالكافر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة
لم تكن له حسنة يجزى بها. قوله تعالى فأمه هاوية، الهاوية اسم من أسماء النار، قيل هاوية النار، وقيل فأمه هاوية أنه يرمى أو يطرح في النار على أم رأسه، وعلى أم رأسه أي على دماغه. ولا مانع من اجتماع الأمرين أنه ليس له مصير إلا النار ويلقى على أم رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تعالى وما أدراك ما هي، الاستفهام هنا أيضا للتفخيم والتعظيم، ثم يجيب سبحانه نار حامية أي نار شديدة الحرارة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، أي هي شديدة الحرارة نار الدنيا سواء كانت في الفرن أو في الحطب أو التي بالورق تشعل، هي شديدة الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنا فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد السورة الكريمة أولاً أنه يجب على المؤمن أن يقي نفسه من عذاب الله، وهذه الوقاية تكون بفعل الخير ولو بأقل القليل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم يعني عن شماله، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة أي بنصف تمرة. ثانياً فوائد السورة الكريمة أن السورة الكريمة سكتت عمن تساوت سيئاتهم وحسناتهم وهم الأعراف أصحاب الأعراف، والصحيح من كلام أهل العلم أنهم لا يدخلون النار وأنهم يحبسون في مكان يقال له الأعراف، وذكر الله جل وعلا ما يجري بينهم وبين المؤمنين من نقاش. قال سبحانه وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثالثاً وأخيراً فوائد السورة الكريمة شدة حرارة هذه النار التي ذكر الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة، وذكر سبحانه في آيات أخرى أهوال هذه النار وما فيها من عظائم وأهوال. قال سبحانه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وهذه النار حطبها جثة بني آدم والحجارة، جثة بني آدم والحجارة، الحجارة من الكبريت الأسود وهي غاية ما يكون في الحرارة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.